السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا شروة جدا جميلة، طبعا هذه بضاعة ستاندر، يعني باقي فت 50 60 كارتون، ما متأكد صراحة، بس يعني موجود البضاعة جاهزة، لا تصنيع ولا شيء. الحلو بهاي البضاعة شنو؟ هذه تشجع الطفل على الحركة، يسموها عندنا بالصين دي اي واي، يعني الأعمال اليدوية، تشجع الطفل على الحركة، على التفكير، على كل شيء. سعر القطعة $1.75، هذه هي قطعة وهذه العلبة مالتها. $1.75، أقل كمية تأخذ 5 كرتون، الكرتون يحتوي على 48 قطعة. شنو هذه باعوا؟ هذه عندك هنا حجرة، شوفوها، هذه حجرة، وهذه وحدة، وهذه وحدة، وهذه وحدة، بداخلها ديناصورات. فأنت شو تسوي؟ تخلي هذا هيجي وتطرق بالمطرقة طب 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 وتكسره. بعد ما تكسره تطلع عندك اللي هي اللي بداخلها عظام مال حيوانات، شغلات، عرفت شلون؟ يعني مو تكسر تكسر تكسر، يطلع عندك عظام مال حيوانات وتنظفها هيك بالفرشه، خلاص هي اللعبه هيك، عرفت شلون؟ هاي حلوه، تحرك الطفل، تحرك العقل مال الطفل، تخليه يفكر شويه. ولا تزعلون من عندنا البنات، ترى احنا محضرين لكم خوش شروات قويه بالنسبه للبنات، بعدين نرجع لها. انا اليوم مركز على الشغلات اللي هي بها حركه، بها ذكاء، بها استخدام ايد، استخدام عقل. انا ضد الالعاب اللي هي تستخدم الموبايل وغيرها والعيون تروح، انا مع هذه الالعاب، عرفت شلون؟ هاي مثل ما قلت لكم فشي كلش جميل وحلو، وشايفين الف خير مقدم ان شاء الله. طبعا سعرها $1.75 فقط، اقل كميه 5 كراتين، الكرتون يحتوي على 48 قطعه. هذا حجر، شوفونه تشيبس، يعني تكسره وبعدين يطلع عظم ديناصور او شيء. فالشيء صراحه جدا جميل، مثل ما تشوفون شلون يكسرونه. اكتبوا لي بالتعليقات اذا تعجبكم هي الشروات حتى نكثر من عندها ان شاء الله. انا بالنسبه لي تعجبني هي الشغلات، وهاي الشغلات ايضا مال البنات، التشكيل والحياكه والمدري شنو، هاي كلها راح انزل لكم اياها.